النهارده كمان اعلنت الهيئه الوطنيه للانتخابات عن التشكيل الجديد لمجلس ادارتها بعد صدور قرار رئيس الجمهوريه بتعيين 5 من الساده المستشارين لعضويه المجلس في ضوء حالتي استكمال المده المتبقيه للعضويه داخل المجلس بالنسبه ل2 من الساده المستشارين الاعضاء وانتهاء ايضا المده المقرره بالنسبه للبعض الاخر منهم. وبموجب هذا القرار الجمهوري الحالي يترأس مجلس اداره الهيئه المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقد بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقد. يضم مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله الجديد المستشارين محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، وكمان محمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، وعبد الحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، هاني جدالله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.